هام، تمديد تعليق الرحلات الجوية من وإلى المغرب إلى غاية هذا التاريخ. أعلن المكتب الوطني للمطارات الجمعة 24 من دجنبر الجاري أنه تم تمديد تعليق جميع الرحلات المباشرة من وإلى المغرب إلى غاية 31 من يناير سنة 2022. هذا ودون المكتب الوطني للمطارات على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر تمديد تعليق جميع رحلات الركاب من وإلى المغرب حتى 31 من يناير 2022. وجاء هذا القرار من طرف السلطات المغربية إثر تفشي متحور الأوميكرون في المغرب والعالم. وكانت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية قد أعلنت الخميس عن تسجيل 475 حالة إصابة جديدة بفيروس كوفيد 19، وبلغ عدد المتعافين 173 شخصا، فيما تم تسجيل 6 وفيات وذلك خلال 24 ساعة الماضية. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.